مبكر جوار صاحبي عمر شمام بعث لي قال لي مبكر جوار وبربي وبربي تحيه لصديقي احمد الشرقي يحكي لي الملاعب دوك قبل في مدنين اسمه جوناس اوغونداغا طويل جوناس اوغونداغا جوناس اوغونداغا بالمترو 90 التاي طويل جوناس يمركي برا محمد سلام محمد سلام قال لكم ايف جوبيتر جوبيتر المهاجم تاع حمام لنف حمام لنف وصديقنا رضوان عروس قال لكم سيتو سيلفا دو سانتوس بون تورسي بوتيتر خاطر ولا مي بون جاي برازيليا برشا اسامي حتى دو سانتوس اللي نتاع اللي خذيته من السيابي الاسبيرونس ماركوس ماركوس ما خليش تراس كبيره الاخرين جبرينا عملوا 4-5 سنين انتونسيتي كبيره بطوله مع خالد بن يحيى شنو نعيمه تعتبر قانون القانون اعتبار لاعب شمال افريقيا هو معناها الملاعب محلي ضر البطوله ناصر البدوي انت اشتغلت معناها كمدير رياضي وكانت عندك دور كبير في الانتدابات في النادي الرياضي الصفاقسي قبل كنت فما سهوله في اقناع الملاعب باش يجي لتونس باش ينضم للنادي الرياضي الصفاقسي انت خاطر خدمت في جينيراسيون قبل وتوا شنو هو اللي تبدل هو حتى من اللي تبدل انه اليوم كما قالوا بكري الاولاد ونأيد خالد برشا في الكلمه كان يحكي فيها كنا احنا وقت اللي اشتقنا عم لاعبي بالبوتنسيال انترناسيونال تقولوا احنا الفيترينا الباهيه باش تجينا على خاطر احنا اقرب لاوروبا واقرب وقت اللي اوروبا ولات تمشي وتمشي في الاعمار متقدمه ولات لي سونتر دو فورماسيون اللي موجودين والكشافين بلغتنا احنا العاميه اللي ولاو موجودين في افريقيا واللي هما انستالي بار لي غران كلوب معناتها غاديك فيه هذا منقصوا لي شانس نتاعنا زاد كيف السوق ولات الملاعبيه اللي عندهم مواصفات باش ينجموا يلعبوا في البطوله نتاعنا وخاصه كي يبدا ملاعبي دولي مستلقى الارقام الماديه كبيره احنا كبار نتذكر في وقت من الاوقات كنا نشريو ملاعبيه انا نتذكر ب 10000 دولار وب 15000 دولار و 20000 دولار يجيب مونتو بعد ساعات يجيب مونتو مش حاجه كبيره برشا انا نتذكر بكري حكيت لك على بليزك واسي اللي تعدى بليزك واسي قاعد يتستي في ست شهور في CSS ووقت اللي انا خذيته للCSS برشا ناس يقول لك هذا ملاعبي غير عادي وعمل كارير اكسبسيونيل وجاء معناتها بقت بحاجه صغيره برشا 30000 دولار ولا 35000 دولار معناتها حاجه بسيطه برشا وعمل كارير كبيره برشا وبرشا ملاعبيه كيما هكاك معناتها نتذكر زاد مره جاوا بحذانا انداي وغوميز اللي دوز اتاكون واحد اتاكون واحد من التيرا عملوا معنا ماتش اميكال ضد فريق فرنسي وقتها نتذكر بلي كانوا خرجوا احسن ملاعبيه فنهارتها صح وزاد ما كانش يمكن بعدها كانت سومانا بي من جرزونا جرزونا سومانا بي كيف سومانا بي مع جرزونا خذينا من غاديكا نسلح زحاف ومن بعد انضم للاساس هما جايين باخر هذول اللي خذوا بشويه فلوس وبعثوا برشا فلوس ما عرفش عاد معلوم اوبوكو زاد كيف جاب ما جاش برشا فلوس نبقاو احنا كتوانسه من البلعبيه انا نحكي لك اخر صفقه صارت اخر صفقه قربلاوال انترناسيونال نيجيريان قربلاوال زاد كيف قبلنا معكم انا نعقد اخر صفقه اللاعب النيجيري اللي تاكون اللي مشى الاهلي المصري جونيور اجاي جاب 400000 دولار تباع ب 2.5 مليون دولار ولا دولار 2.5 مليون دولار وقتها غالية تحكي علي 2016 هذا مهم معناتها كانوا معناتها الصفقات أما اليوم الحق متاع ربي ولات أصعب برشا توا معاش تجيب كالي أصعب برشا توا وصل لي ناصر الميركاتو واضح وصريح عندك لو شوا ما بين تحط الباكو على كاليبر وتوني باسور باش تنجح ما كاينش زولولو بار اكزامبل جيب كاليبر 800 جيب كاليبر ب 800000 دولار تو نحكيو مارشي تو يا حصر على قبل جيب كاليبر 800000 دولار 1 مليون دولار تو ومنجم ينجحلكش الترجي جابت برشا تاكونات في الاربع سنين الاخرين ودي كاليبر واسامي كوناتي اللي جابته لازم العين باهيه لازم العين حتى العين يا ناصر فما بوكو فما بوكو دو كريتير عصام يمشي يشرف على يسيبو عصام خليه يمشي يبعثوا لسان بيدرو دونك تو اللي حبيت نقوله راهو تو لوبجيكتيف شنو فما بوكو داكاديمي موجودين في افريقيا منتشرين في كل انحاء افريقيا مش صحيح اللي كلهم كونترولي بار دي كلوب اوروبيا راس الفتله شنو اللي انت يبدا عندك كشافين غادي نجم تاخذهم حاتم ديما لونجاجمون يصير على دوز ايتاب ليتاب الاولانيه كما كنت تحكي انت كي قبل 20 ما بين 20 و 50000 دولار انت تجي المولى الاكاديمي اللي هو بابا بيان سور كلهم بابا وي بابا نتاعهم 20000 50000 دولار تاخذ جوار لكن افيك اون اوبسيون داشا اللي هي ما بين 25 و30% انت هاك تضمن لاعبين هذوما يجيو كي تستيو بالخمسه بالسته بالعشره اوتوماتيكمون باش خرج منهم واحد ولا زوز فالاب دونك يجي تحسبها غروسو مودو باش تصرف 300000 دولار باش تطير زوز لاعبين باهين
حاجه باهيه معناها فهمتني. اما امون افي اني ننصح معناها تو ما عندناش الامكانيات، وحتى كان عندنا الامكانيات زايد تو فاشير شي جوارات ب 800,000 وبمليون وب 700,000. انت ريت مثلا البلالي تو اسبيرونس خذيته ب 550,000 دولار، مي عمره 32 سنه. ايماجين كان الاسبيرونس خذيته وقت اللي عمره 27، راهو ب 1.5 و2 ما تنجمش تاخذه بالنسبه للمارشي تاعنا. خاطر الاوبجيكتيف تاع الترجي اوتر، الترجي يحب يقول لك انا حاجتي بلاعبي حاضر، حاجتي بيه في الشامبيونز ليغ، حاجتي بيه دون الميديا، ما تخزرش للروفونت هذيك. وفما حاجه اخرى انا باش نحلها تو، انت قاعد تتكلم وانا ذكرت حاجه مهمه. فما حاجه اخرى اللي زاد نقصت علينا لي ريكروتمون تاع اللاعبين الافارقه، اللي سونتر دو فورماسيون اللي ولاو موجودين، خاطر فما برشا غاديك مسؤولين فهموا الحكايه وعملوا دي سونتر دو فورماسيون ولاو هما صحيت، ولاو هما ديجا يعملوا سونتر دو فورماسيون يحضر ملاعبي ويأهلوا، يقول لك ما فماش علاش انا نبعث في تونس وانا عندي الامكانيات باش نراني ونحضر وباش نجم نسوق لاوروبا. اما سؤال يجينا من صديقنا محمد علي منصر الخالد، هو يقول لك بالله قول الخالد قولك في اموا دياكي. أموا أي العام ضدو أي الترجي هذي ما نعرفش الناسيوناليتي نتاعو. أموا دياكي نورمالمون غالي. أموا دياكي ما لعبش برشا، أي لعب ما شويه وظل يمشي للعائلة الإماراتية. في بالي مشى للجزائر. شوف الترجي برشا ملاعبين راهو قعدوا مدة صغيرة ومشيو، ما دي فالور سور. كان ما جون مارك بينيه زاد هذول اللي لعب شويه شويه اقوي برشا لعبيه. جوليوس جوليوس اجاوا ما قعدوش برشا، صحيح خالد في العين الاماراتي تو باريكزامبل ايفواري تو مازال اقوي ماركا للميلان هذول في ماتش قالا تاع 2-1 هذاك مشيت له. نسيتو جوليوس اجاوا تاع نيجيريا سال كابريو حطينا مشيت له الماتش هذاك كي ترشحنا للدور الثاني. نعدي يعني وقتها كملت لك زمانات في رمضان. لا اول مره ندخل منزه ما نعرفش معقول جوست بربي حاجه بركة بور كونكلور. شوف صحيح هامش الاختيار نقص ما يراو زادا لوكيتمون لازم وان سبيسياليست، لازم واحد فريما يفهم الكره دي. مثلا نعطيك دوز اكزامبل، حكينا على بلالي بونجاح كي جاو لتونس ما عرفهم حد براتيكمون دي جو جوار، اما فما ناس شافت فيهم هذوما المستقبل ورينا البلوس اللي عطاوه برشا ملاعبين اخرين. فما دو زيبوتيز، فما دو برانسيب، فما دو اوبجيكتيف، فما دو بوت، زوز اهداف تشري باش تهز ولا تشري باش تزيد تسقل كما قالت لك نعيمه وتكون باش تبيع. تشري للتجاره، التجاره بالشريان راه التجاره بسوم الشريان. عطيت دوز اكزامبل اللي عطاو البلوس. نعرف تو تحكي مثلا نعطيو اكزامبل، اما اللي جابهم راه اللي هذا مثلا واحد كيما بونجاح ما فماش برشا، ما عليش برشا عين اللي خذاه نسبيرونس تشري باش تهز مثلا. برافو تو احنا مثال ننتقدوا لسبيروس برشا في 5 سنين الاخرانيين ما نجحتش في برشا اتاكونات، مي برافو للي جاب ساسي ورودريغيز اخويا عطي صح. برافو عليه معناه بسوم راه مش غالي راه ساسي ورودريغيز ما بعضهم 1 مليون دولار ما بعضهم الزوز راه معناه اللي هو ما يسميش سوم غالي بارابور على معناه فهمتي سوم البرازيليان البر باه. لكن مثلا ناخذوا اكزامبل ان سارتان مومون سي سي كانت تجري اوسي بيان بور باش تلعب لي بروميير رول مي افيك اون ايدي اللي هي تنجم تبيع. دونك السي اس اس كانت تخدم لو دوبل رول ان سارتان مومون مثلا فهمتني في تونس هي سيتي الاولى مع ليتوال اللي خرجوا جوارات وباسعار باهيه معناها كما كان يحكي لك معناها يشري ويبيع 5 فوا بالكوادروبل بالكوانتيبل. معناها اليوم نلقى جوارات اني مثلا يجيو لتونس ما يزيدش يزيد يجي غالي وتصرف عليه برشا فلوس ومن بعد ما تنجمش تبيعه. مثلا نعطيك اكزامبل سليمان كوليبالي اللي جا ليتوال، ما ليتوال ما في بالاش به وقتها اللي هو عنده مشكله مع الي في بالها اموره مريقله معناها فهمني. وسليمان كوليبالي وقتها فهمتني ولا جا عنده ليغامون كروزي معناها للتفنيد برشا حوايج يحكيو فيها العباد خارج على الموضوع. ليتوال كي خذيته وصحت له كل شيء ماشي في باله اللي هي معناها اللي هو نظيف معناها ليبر طلع عنده مشكله مع الاهلي باه. اونتر تون هو عنده مشكله مع الاهلي السيد برز في 6-7 ماتشات الاولانيين مرق خويا تو انت جاتك مشكله الاهلي سي رضا فهمتني ولا ربي يذكره بالخير جاتك مشكله الاهلي حكيت اني وقتها دون لو تون قلت له الاهلي طالب فيك ب 1.2 مليون دولار وهو برز ومركز بونتويت كونتر جمعيه ظهري من ليبيا الاهلي طرابلس ولا بنغازي والله نسيت ومركز في الشامبيونات كل ماتش مارك مركز 6 بونتويت في 7 ماتشات وهو متوسط الناس كل راهو فيه متوسط بوتي ترابو هيك قد فهمني. قلت له يا سي رضا بيع وندم
بيع اخويا. قال لي لا جاوني فيه كان 800,000 دولار واني من موسال في 1.2 مع الاهلي وكذا خلنا نلعب بيه شامبيونز ليغ ومن بعدها من ربي لي ليه ولدي بيع مازال ماركاتو محلول فلا معناها بور تو دير فهمتي بارفوا معناها بيع واخسر يا اخويا خاطر تعرف اللي جوار ما فيش بوتنسيال مش كيما جوار اخر بار اكزامبل ترى عنده بوتنسيال وماشي ويقدم ماشي ويقدم خليه وهذا كاس اصبر عليه حاتم باش نكملوا بتجابوا اي جابوا اي الو مو من تجابوه اكيد خويا ماذا بينا كان احنا وليو فما عباد تنتقي حاتم وتعرف تبيع اني خويا نتمتع تعرف من نتمتع كي جوار يدخل تونس ويبرز في تونس ويجي فهمتي باربع سوردي ويخرج بمبلغ محترم كيما السيد اللي جاء الحمام سوسة او شو اسمه هو هذاك الاتاكون اللي في جنوة ولا انه ما يلعبش مضروب وكذا مي با جمعيه خذته فهمتني ولا هي